السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، أسأل الله أن يوفقك ويسعدك طول بعمرك على طاعة الرحمن. اليوم مقطعنا تحدي الفان مع الشباب، ممتاز ممتاز. وش رأي التحدي؟ تحدي الفان يا جماعة الخير أنه بنتمشى بالفان، بنتمشى وبنتحدى بعض التحديات نسويها خارج السيارة. ممتاز ممتاز، ما ودي أطول عليكم، مشينا عند الشباب. السلام عليكم. هلا والله، حياك الله يا شباب. جاهزين؟ يلا 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 يلا. اوبا، اسمعوا عيال، خلنا اقول لكم شيء. اسم المقطع وشو؟ تحدي الفان. وشو التحديات؟ ما ادري، بنطلع تحديات على بعض. حلو، يعني نمشي كذا، لقينا احد واقف. فواز الان تحدي انك تروح عند هذا تقول له ايه لا في راسي تحديات ابعد. العيال هذا عقود ترى، والله والله بسوي اشياء. لا انت تعطينا اشياء ترى احنا بنعطيك، يعني ترى الواحده بوحده. طيب اسمعوا، اهم شيء ما نزعل الناس اللي برا، نقابلهم. لا لا لا، محترمين محترمين، يعني نمزح معهم وندخل السرور في قلوبهم. نعم الله الله. وجه الخبيث، وجه الخبيث. يلا 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 سكر، مشينا يا عيال. اسمعوني طيب، ها عندي تحدي انا، بس التحدي هذا ما يصلح لك دربح ولا يصلح العادل. الله شلون يصلح لي فجاه على طول؟ اسمع اسمع، عيال بيصوتون اذا صح. موافق موافق موافق. طيب التحديات جايه قدام، هو يوريك. اصبر، نروح مكتبه. طيب حلو حلو، وتاخذ الخشب ذي حقت الرسم عنك رسام، وتروح لاي واحد. اسمع خليك خليك، الله يوفقك، خليني اخلص. طيب وتروح عند اي واحد تقول السلام عليكم، انا عندي موهبه الرسم، بثلاث دقائق ونص ابرسمك. وترسمه كذا، يعني هو مثلا اصلع، ترسم له شعر لونه اصفر، تلون بالرسمه حلو، في الوان مائيه. اي الوان مائيه، تسوي كل شيء، ترسم رسمه. طيب ما ابغى يعني. خايسه، وتوريه تقول ها ايش رايك، تاخذ رد فعل وتركب. انت كيف اسمع؟ طيب طيب لحظه، في تامين شيء للضرب لا 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 انت ايش تقول؟ ايه تعطيها تاخذها ادفع 10 ريال. وانا تعبت وانا مدري ايه جو، يعني انت تعبت ورسمت. لا لحظه، والله وتمام خلاص. لا طيب تقول له انا رسمت وتعبت، لا تصويت تصويت. انا اقول لا، لا انا اقول ايه، انا اقول ايه. ايه عجبتني. يلا الله الله. لا لا رد عليه، ودينا مكتبه الان. تنزل مكتبه وناخذ لك ذيك اللوحه الطيبه. ايه شرط بيها، لازم تسوي كذا، لازم تحرك يدينك تسوي كذا. شوف دام اني لقمت الموضوع عليك، تم. واللي ما يسوي التحدي ربع الخال ينزل. النزل يرجع على المقر، مش خال فرجع مش ناخذ جوالك شو مطلوب. واضح. شو حركة ذي، شو حركة ذي، شو حركة ذي. واحد اثنين ثلاثة، بس ترى حركتي يعني. الله عندك طاولة. صار عندي طاولة. طيب انا اللي معلم عنها، اصبر تعال تعال شوف، انا اللي مقايل عنها. طب ما عاد ابغى الطاولة انا، خلاص سوي كذا حبيبي، انا اللي معلمه عنها، ما تقدر تطول كل شيء. والله ما احبه. الله تبي اعرف المعلومه دي. انا في هنا قهوه ترى، بعد دي نسوي قهوه بارز. بارز والله. طبعا يا جماعه الخير، الراعي الرسمي الجديد بارز، هذا الراعي اللي يكيف الراس في ذمتي. واقول لك شيء، ترى مو بس عندهم قهوه، في ناس كثير يحبون قهوه صح. انا من محبين الشاهي، عندهم شاهي بانواعه. ايه يلا وصلنا المكتبه، اتوقع ترى وصلنا المكتبه. ايوه ايوه، خدمات الطالب. احسب لك خدمات الطالب. فواز يلا تعال عشان تشوف. يلا اللي تبيها انت. بسم الله. انت تركب في السياره صح؟ انزل 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 انزل. تضرب السياره يا رجل. هي اسمع اسمع اسمع، صلي على النبي. ايش؟ انا وانت نكون مع بعض. قل والله العظيم ما اغدر فيك. باذن اللي ما تنام عين اني ما اغدر. ما حلفت باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، يمكن انت تغدر فيني، يمكن انا احلف وتاخذ الامانه وتغدر. طيب انا والله ما اغدر فيك. طيب خلاص حلف انت. طيب احلف احلف انت. زليت انا، ايش دخلني؟ لا زعل زعل. خدمات الطالب مقفله. خدمات الطالب مقفله يا ابو مقفله. يا الله خدمات الطالب يا الله. خلاص 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 ما عاد في مش خلاص. شوف اسمع اسمع، في حلاق هنا، ابيك تحلق دقنك كامل. مكتبه ثانيه مقفله. ما في مكتبه تفتح لك الحين.
عليك تحديات غريبه يا اخي. لا والله يفتحون مفروض ذوق طرف تقديم الوجبات. اروح اقدم معه وجبات؟ لا والله ما تقدم. والله تحدي حلو. امشي المكتبه مقفله الحمد لله. مقفله طب عادي عاد مكتبه ثانيه. ما في مكتبه تفتح لك الحين. هلا والله ليه ما تفتح؟ الساعه 4 اكيد تفتح. 4 العصر. انا اقول يا عيال بما ان المكتبه مقفله يتم اقصائي من المرحله هذه. لا 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 صح صح ما يتم غير التحدي يا عيال. يخش لي بجي ارسم. خلاص برسم كنت. لا 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 اي صح ترى ما تلعب مع اربعه والله خط صغيرك في عاده. انا مجهز لك تحدي احس كل واحد جاهز. لا 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 انا مجهز دربع تحدي. اسمع والله اي بواس بقول لك شيء. اصبر اصبر. قانون مقطع مين مقطعي صح. قانون اذا قلت له تحدي دربعه وانا وعادل ما وافقنا ترى ما يصير. يب لازم كلنا نتفق انه يصير. يب طيب ما ادري. طب ليش كلكم متفقين؟ ما ادري. ادري ما سلمنا. ادري شو؟ انا ودربع سلمنا على بعض. اي والله العظيم سلمنا على بعض. سلمت عليك. سلمت عليك يعني وشو؟ يعني بتغير يعني مين. اي شيء بتقول عند اربعه تم. الله يسعدك يا شيخ. خلاص انا كذا ابغى رايد. رايد صوتها على عادل وعلى دربع. باذن الله التحدي اللي نعطيه رايد انه عندي وبيعجبكم. لا والله لا 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 يا دربع اصبر يا الله ما عاد في مكتبه. يا الله مكتبه النهار ما في بالرياض. ما في مكتبه الرياض ترى ما عاد في مدارس الحين يعني اللي يختبرون الحين. الله يوفقكم يا اخوان اختبارات وذا اختباراتكم ان شاء الله. اليوم انا بالي وسي 17 مكتبه. بالي ولا بنشاك؟ لازم انزل انا الحين لاني ما اقدر اصبر. استاهل تحدي قربه بعد شوي. يلا يا ولدي يلا عشان نشتري لك كتب واشياء. والله لو فاتحه جيب لك تشتري لك براشيم نعطيك كف. يلا يا ولدي يلا بسم الله. ايش تبغى الوان؟ ابغى هذا بيتزا. اقول ايش المشروع؟ السلام عليكم. حلو هذه. يا سلام والله انها حلوه. طيب اسمع يبغى لك ستاند. حسيت اني دخلت مود الرسام. يبغى لك ستاند. يبي لك ستاند الحين. ستاند عشان اسمع ايش رايك تلبس هذه بعد؟ طيب اسمع يبي لنا الوان. ليش لحظه توني سوى بوسخ انت نذل. لا والله لا والله لا لا لا, لا. كل واحد عنده تحدي لو سمحت. برنامج محترم. يا سلام. بس ما ترسم بالبخاخ حبيبي. لا يبو هذا مو جدار ترى لوحه. البخاخ يا اخي جدول عليه. لا تعال اسمع شوف هذه الريشه باخذ ذي نزوم على اوه هذه الرسمه. هذه وش مجهر جدول عليه. يا مصاريف على الفاضي يا حول ولا قوه الا بالله. طيب الوان الوان تبي ريشه ولا تبي اوه الختم لازم اختم لا حبيبي لا حبيبي لا لازم يا اخي هذا درى انه مو بدافع قال ابشر في كل شيء. لا يا اخي رسمتي عشان خلصت رسمتي يا اخي مو من اللي برسم. اي لا حبيبي ما تاخذ اشياء. طيب اذا شرد شراب 10 ريال وين الحقوق؟ طيب اسمع اسود ترسم وجه اخضر عشان هو السعودي. طيب ايش تبي اختار الوان؟ يلا ازرق ناخذ احمر. اي احمر اخضر ازرق بس هذه الوان. يا سلام والازرق الاحمر حق ايش طيب؟ انت شو ترسم؟ شو ترسم؟ قوس قزح ولا وجه؟ لا ليه الوان كذا؟ اصبر ارسم وجه اخضر حلو شعره اسود ايوه شنبه ازرق ازرق خدوده حمر هذا سكنر. يا سلام عليك يا سلام. يلا امسك يا اخي لازم اعلقها يا اخي. حبيبي امشي 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 طولنا اوفر واتش والله امشي. ايش قاعد نمشي؟ خطفنا راعي الباص. ليش قاعد نمشي؟ خطفتني. أنا قايلك من أول إني أنا مستهدف. هل تحس إنك مستهدف؟ كل الناس يحاولون يقضون عليك، يحاولون يغدرون فيك، يحاولون يذبحونك. 3 مليون مسؤولية. هاي المتجر هذه ليه؟ متحقق معاه أنت؟ وشو؟ ليه متجر؟ شوف متجر عشان لا لما أرسم أشوف لا والله هذه الرسمة. خلك بس ما تسويها ورب الكعب والله. ها ابنها 52 على رسمه ما ادري يمكن يعطيك كف عليها. اجي خلاص حسابي خليه مع ذا 52 عشان ارجع لك راس المال. الله يكثر خيرك. شكرا لك انك جالس تقدر فني. الله يعطيك العافيه. انا تدري ليش قاعد ادفع عنك؟ لاني احس رده فعل رجال طراق. تعال ان شاء الله يا عيال. يبي يرسم صح؟ ماخذ لون ازرق احمر اسود اخضر قوس قزح بس. لا برسم اشاره بس. لا اي والله العظيم ما ادري وش. يلا لا وش شايف؟ جايب مجهر. مجهر عشان يقول ازوم اشوف. إيه في نص الرسم كل اي صح انت تحتاج مجهر والله. المجهر 25 ريال اذا ما اذا ما استخدمه في التصوير ورب الكعبه يا وين. طيب شباب انا قررت اني ارسم عادل. لا 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 تضاريس شو؟ بسيط عادل لون ازرق بس.
الله الوجه عند اي واحد اي واحد وش مسوي كذا لا اي واحد وش مسوي كذا نحط فوز لا 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 يعني هنا انا بس ابو بتروح عندي الرسم طيب الزول جالس تاكي لا انا شوفني اروح عندي كافي وهو يتقهوى واحد جالس على كافي يروح ابغى ارسم ايوه 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 قسم بالله شكرا يلا شفت حد ثاني زليت ترى يلا 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 نبي اي قهوه كذا ما فيها زباين كثير يا اخي هو شغوف اكثر مني خليه يرسم شوف لا 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 شوف عطوا اغراض يا عطوا اللوح عشان نشقه شقه ترسم قلم سبوره يا عمود راسك وجهك انا ما راح اقول شيء والله ما راح اقول شيء والله ما راح اقول شيء طب انا بعد رد فعل بختار له واحد اقسم حواج بلاش حواج بلاش قول شيء كذا شلون هذه في ناره في بكتيريا لا 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 يا عيال لا ايش بكتيريا ليش 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 هذه اهم شيء هذه هي تقول له انا حاصل على شهاده في الرسم بقول له الدليل انا بكسر أيوه. اقل رقم يعني بسرعه رقم قياسي في موسوعه جينيس كاكثر رسام رسم اشخاص عشوائيين أيه. وانت من ضمنهم الله اي سؤال زي كذا يعني شوفوا توقعون من ذا وين اوه رايد رايد يا عيال فض توتر في واحد الحين دخل الكافي شخصية مرموقة بس واضح انه عصبي الله يستر الله يستر بسم الله هي اذا انضرب ترى ما يبخاش انا انت نحيف وانت نحيف وذا روح اللي بعده تحدي تحدي اللي بعده خلاص خلي وزي الجاد ضربني انا هذا عقابه السلام عليكم انا عندي فن وما شاء الله شفتك يعني جالس وكذا وشخصيتك حلوة انا برسم ودي ارسم عندي مهارة رسم فتسمح لي ارسمك اسمعوا يا عيال اذا فواز جانا بدون نظاره اعرف انه مو معطوء كف من اعطيه بوكس انت هترسم لي انا اي برسمك انت يعني ما شاء الله كذا شخصيه جميله وبعدين بس ارسمك انت تسمح لي ولا وانا راح اشتريها انا يعني هاي طبعا اذا رسمت الرسمه راح ارسم لك رسمه حتقول لي عني ما عجبتنيش اذا ما عجبتك عاد ذيك ساعه ادفع لك وقتها ما قد احد رسمك شوف حتى بعد معي مجهر يعني هذه خاصيه من الخواص اللي انت بالخيار ترى رسمات يعني سبق وتم شراها يعني يعني تم شراها ها يعني تم شراها ارسم الاشخاص وكذا ويكون عليها مدفوع يعني احيانا شيء ب 10 ريال واحيانا شيء ب 100 ريال يعني عادي سامح لي الله يعطيك العافيه مجلس من بعيد بس خليك ثابت كذا عشر لا ما اتفقنا خليني ارسم لك الرسمه وانت بعدين قدر انت دائما ناخذ صور وفيديوهات للفنان اكيد يعني ليلى لما الله شكرا لك بسم الله بس خليك ثابت يعني اذا تسمح لي بس بسم الله دقيقه بس انا معي اتصال بس فوزيك هلا السلام عليكم قاعد ترسم انت كيف حالك هلا وسهلا اهلا وسهلا زي ما قلت لك موضوعنا ذاك اللي كنت اقول لك عنه ايش تبغى نسوي فيه بس ايه ابي ترسم له شعر طويل زين طيب وتخلي عيونه كذا جنب بعض حول زي سمكه ايش بعد تبغى ويشتري اللوحه ايه يشتري اللوحه قل له اشتري اللوحه اذا قال لا ما هذا قلت لك فتك والله يوقف قل له بتقطع رزقي الموضوع كان عيد بس شو كنت تقول ارسم له شعر طويل وخلي ملامحه مجمعه بالنص ايوه ملامحه كلها مجمعه بالنص زي السمكه فهمت؟ ايوه وش بعد؟ وقل له يشتري اللوحه واذا عي تقول له انت تعرض رزقي ورزق عيالي للخطر ايه تكفى اطلبه حلو. ايوه حاول تنشب له انه يشتري اللوحه الزبده حنا تحت مكيف انت وقتك الله يلا يلا يا عيال صمم والله سواها يا خرب الحين كيف هذاك بيشتري اللوحه كيف ايش بيسوي فواز بروح كذا بروح شوف لازم نشوف والله اي لا سهلات ايوه سوي الحركه اللي من شويه هذا اللي سويت الحركه من شويه كذا انت عملت حركه سويت كذا ترى ايوه بس حلوه وين من وراء ايه
أجل ما راح على اللي أنا قلت له أبو شعر طويل. لا مستحيل. إيه؟ يمكن هذا ما حل ولا شيء. في ريحة عطر حلوة. عطر. أنا شم ريحة سمبوسة يعني ما شم. سمبوسة. شيء مقالي. إيه هذا. إيه هذا. عصبي عصبي. ندخل. ندخل شو نسوي؟ إيه عصبي. اسمعي يا عيال. والله إن ذا عصبي. أنا حلو بالفوز. أنا مستحيل أتدخل. شوف وجهه. أجنبي أجنبي أجنبي. مع السلامة مع السلامة. اهرب اهرب اهرب. خلنا نمشي خلنا نمشي. مستعد تشوف الرسمة الجميلة؟ أول شيء كم تصوم؟ دقيقة بس نسيت حاجة مهمة جدا معلش. لا معلش أستاذ ناظرني بس. بسم الله. كم تسوم الرسمة؟ كم تسوم الرسمة؟ يعني كم تقيم الرسمة من الآن يعني أنت وش متوقع؟ ما أعرفش أنت. ما أعرفش. يعني أنت من الاستيحاء اللي قدامك هذا كم تتوقع يعني؟ كم تسوم ال 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 ال؟ عشرة. أيوة. يعني أنت شكلك كذا حد جميل يعني. ممكن الله يسعدك شكرا لك. عشرة من عشرة. آه الله يك. إنه والله أنت كريم الصراحة بسم الله. ليه؟ ليش هذا؟ يعني حطيت لك شوية شعرات و... والسلسال رسمته وال... ده أنا ده؟ هذا آخر حلاوة تحفة. كم تشتري؟ لا مش هشتريها أصلا. ليه؟ والله أنا تعبت والمجهر والله العظيم حالتي حالة. شوف والله والله حرام. شوف يعني شوف الدقة هنا ترى بال يعمل احسن مني يعني. طيب 53 ريال بس وخلاص. كم؟ 53 ريال. 53 قيمة الأغراض هذه الأدوات. 51 لا 53 لأن الصبورة كان 40 ريال والقلام والمجهر. هذا ب 20 ريال. شكلك بتصور برنامج صح؟ برنامج أنتم لا شوف 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 اسمعني. صح؟ برنامج أنتم ويدفع لي 51 يلا. 51 معك طيب اقدر ما معي كاش تعرف يعني يا طيب يعني ما راح تشتريها يعني لا هشتريها ليه هو ده تحفه 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 ايوه تحفه تحفه الله يسعدك يا باشا شكرا لك شكرا لك والله انا حبيتها الصراحه الله يعطيك العافيه والله صراحه يفضل يعني ترى من برنامج انت من نجومه انت تضيف السيجنتشر بتاعك وش اللون المفضل لا لا لا. ليه يعني الرسمه مو كويسه يعني انت شايفها كويسه اخر حلاوه كمان اخر حلاوه والله يعني صراحه بدعت في الرسمه ال 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 انا ابني 11 سنه لو عمل ده هيطلعها احسن طبعا شوف هو 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 المقلب هو المقلب ليش خلوني انا ممكن ارسمك ايوه ارسمك احسن من طيب شوف 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 هم خلوني بالمقلب هذا ليش لاني انا اسوء انسان يرسم فانا ما اعرف ارسم ابدا ايه اسوء انسان يرسم اي طبعا مو افضل فتقييمك للرسم والله اني بدعت فيها اول مره ترى ارسم لل ايوه بكل امانه شكرا لك يعطيك العافيه حبيبي داخل مكيف شوف عرق يا لطيف بس شكرا له والله العظيم يا عيال ان رحبت صدره تدرس ولا واحد ثاني راسم دقنا كذا والله نصفقني والله شو شلون راسم زقم والله نصفقني بس كويس الحمد لله انه شكرا له والله الحين بقى اشوف رده فعل العيال جاء 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 يلا جاء يلا اي والله بس هي مبدئيا واضح انه ما اشترى الرسمه لان الرسمه بيد فواز كذاب إيه؟ الرسمه في يده ما اشتراها شباب ما شرى الرسمه لا ليش انا رفضت ليه لان صراحه الرسمه عجبتني فقلت بحتفظ فيها لنفسي انا بشوف طيب بسم الله لا تكلم اشتري اتذكر اني اصلع هي قلت انت حط له شعر انا قلت له حط له شعري وعيونك انسان بالله ايش قال عيونه ضيقه مره ايش اسوي لان عيونه هو بعد ملونه شيرازيه فقلتها لون اخضر ها رسمتها كان بيشتريها؟ كان بيشتريها قال ب 51 ريال قلت يا اخي تكفى من هنا 51 ريال قال اسمع انت ادفع لي قلت
قلت ليش؟ ليش ادفع لك؟ قلت له قال لا يا اخي ما ادري وشو. قلت له عمي تبي عدل وسخ شوف دقنك ترى والله قد احد والله اي بس انه الله بس راك بالسلسال ولا بالسلسال كان لابس سلسال اليوم الله الله وش الزباله قدامي والله عيب والله عيب والله عيب والله شوف شوف والمجهر سويت متر قدامه ايه كذاب والله عشان تكبر عينه على عشان دي كانت في واحده الرمش حطيت له واحده رمش بس والله صمل طيب خصم له تعال تعال حبيبي زابل ساكت من اليوم تفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم اعطيتني انت دور اني ارسم صح حلو رايد اللي يعطيك حلو انت ما شاء الله عليك يقول لك انسان ما شاء الله راعي مقابلات والاشياء هذه حلو ابغاك تنزل حلو تدور واحد تسوي مقابلات مو واحد اشخاص كثير تجي تقول له عطني 10 لعيبه افضل 10 لعيبه بالعالم حلو انت انت عارف من افضل 10 لعيبه محمد ليش ليش هذا هو المطلوب حلو هو تسمروض عليه تمام لا شفت لي وصل السؤال الرابع هو يجاوب عليك ابغاك تعطيه رقصه جنوبيه لا طبعا خلصت الرقصه الجنوبيه ابغى تصارخ انا موافق انا موافق موافق انا موافق بس دقيقه عشان نفهم الحين يسأل السلام عليك كيف حالك احنا برنامج كروي عطني 10 افضل 10 لعيبه وهذا هو يجاوب يرقص اي يعني يرقص اذا وصل يجي اذا وصل اجابه رقم 4 5 اسحب عليه لا لا اسحب عليه واذا هذا ابغاك لا جوابك غلط ماجد عبد الله عرفت ابغاك تفلم هي افلم عليه ما عجبنا هي ما عجبنا بترجع مره ثانيه تسوي ابغى شعره ويطقك بس ما يطقك ولا تختار الرجال بس اي لا تختار لا تختار ولا تختار ولا شيء ولا خلصت ضمه زليت زليت خلك موافقين؟ اي موافق يطلع موافق هو اداة المجهر اذا هذا ابغاك تقول عادل لا ايش عادل لا؟ يوم حلفت انا قلت انت حلفت مالي دخل انا موافق انا لا تلومني لاني انا صاحب المقطع اي شيء تم موافق انا تم وعدكم حياك الله يلا بعد 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 توجه الى ممشى كذا في ناس يسوون رياضه كذا اي شيء حديقه اي شيء اي ناس يعني ناس كرويين اي حقين الكوره والرياضيين تبغى تروح تبحث عن الاسئله حقت الكوره ولا شو لا لا سؤال السلام عليكم احنا برنامج كروي ابغى يسجل صوت ايوه كذا كنا معك الجوال ايه كنا نسجل صوت نزلت الحديقه ابنتظر واحد قاعد يمشي من هناك لابس اسود في اسود حلو اول ما يوصل هنا بعترضه على طول والله يستر هذا جو جو والله يا عيال عصبنا والله هذا يلكم يعطي ركبه بعد والله يعطي لا 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 واضح انه حبيب يا عمي حبيب طيب شوف شوف والله انا مشت انه حبيب ايش يضرب ايش يضرب ضرب خاف ضرب خاف السلام عليكم مساك الله بالخير يا هلا والله كيف الحال مبسوط ان شاء الله برنامج بما انك رياضي احنا متخصصين برنامجنا عن الرياضه حلو فعندنا سؤال واحد عادي تطلع في الكاميرا أوكي. هذا برنامج أوكي. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حدائق الرياض معنا الضيف وليد الشاعر والله والنعم وعشت الأسماء عدد لي أفضل عشرة لاعبين كرة القدم الأفضل عالميا بالنسبة لي ميسي رقص على خبير يوسف ثنية هاي هاي عطى كمل والله متروفيتش متروفيتش وين يلعب يا الله يلعب في الهلال اوه لا شنب ماسك عرفته يا هلا والله هو مرحبا تربح حسب الامان صح بدا يرتاح له كريم باقي اثنين باقي اثنين عالميين عالميين هاي الرجال ماخذ وضع جدي قاعد يجاوب معتزل تبي يعني يلعب طيب زيدان معتزل لو اسالك سؤال كريستيانو ولا ميسي فين الافضل انت تبي كتهديف ولا ك كلعب كرة قدم ميسي ها؟ ميسي أما أتوش هذه رقصة حمد الله ولا مين؟ لا لا هذه رياضة أوكي وإذا ما كنت مشترك
الله يعطيك العافية. هذا تحدي من واحد مخرج جوا اسمه رايد مشواح، قاعد يتحداني اني اسوي الحركات هذه مع لقاع عشوائي مع اي واحد. والحمد لله انه صدرك وسيع. انا خفت انه يجيني مخمس. الله يعطيك العافية والله، شكرا لك يا عيال. هي وانت واقف قدامه ما شاء الله ذا طول مترين. علي شلون ما ارتحت منه تركض؟ علي الحرام اني خايف والذي نفسي بيده. ليش طولت وانت ترقص اقصر ومرات تراك؟ حبيبي هو عرق بالاجوبه كذاب والله، وانا ارقص اقول له ايوه، يقول لي ايش فيك هذه احتفاليه لاعب وانا خايف يجيني واحد. طيب ايش قال؟ ايش قال؟ لا لا علمته التحدي وهذا، وقال الله يعطيكم العافيه بالعكس لا يستمر. لا يستمر؟ كذاب. قال لي لا لا قال الله يوفقك وسيع بال والله. عشان كذا حقين الرياضه يبدو من الدرانين السعاده. وين شوف ابو ربيع الرياضي؟ كلام كلام. يلا يلا دور رايد. يلا ايوه دور. لحظه اسمع بيدك. اسمع اسمع صل على النبي. اللهم صل وسلم. صل على النبي. اول شيء هذا مقطع، فانا دائما نهايه المقطع ما تقزرها علينا. لا ما اقزر عليكم، انا ادري ما عليك عندي. انا معكم والله اني معكم. حلو. لكن الان عادل وبعد عادل انا، بس وشو عادل؟ قولوا لي وشو. يفسخ الجزم الله يكرمكم يكرم. ايوه امشي حافي بالشمس. اي لا لا انت تقول انا بمشي بشراب. لا تنزل الشراب تمشي حافي تروح عند ذول. في ناس صينيين يلعبون كوره صغار يقول السلام عليكم انا رونالدينو ما عرفت رونالدو. انا ارفع واحده ارفع واحده عشان اي ارفع واحده اي واحده ارفع ارفع واحده ما تسويش خليك نص الساق والعب كوره. ابيك تعرق ولا تضحك. لا انا لازم تستون فيس. العب معهم واحتفل. قول يا تكفون بحتفل وانتم معي اركض. انزل انزل جزمتي هنا. ايوه خليك حافي هناك عادي، بس انا مشيت العب حافي عشان زي ابوك. انا اشوف انه صعب هذا مره مره صعب. لا ما عشان عادل صغير وما حد يدافع عنه وتعطونه عقاب. لا 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 التحدي يعني مقبول حتى لليوتيوب اعزائي المتابعين. ايوه ما هم الناس يلعبون كوره ياخذ الكوره وينحاس. لا يلا يلا امشي امشي يلا. تخيل يقول ما راح نلعبك. يلا توكل على الله. هي تخيل قلت والله انت كبير مره ما يصلح. والله ما يصلح. يلا ولا اسمع خلنا نطط عليك. تخيل بالنص يستعود يستخدمون سكاي زون. شباس تخيل يقول يلا اسمع خلنا نحطك زي النافوره تنسى ابون سره ما كل شيء كل شيء يركب يلعب في فورتنايت الزون يصغر سره. يا ايه راح والله انه راح والله راح يا رب خش يا رب. والله انه راح يجي ابوهم يقول توكل لا تلعب مع اولادي. السلام عليكم كيف حالكم؟ بلعب معكم كوره عادي. يلا 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 تعال خلينا نلعب. يلا يلا عاد قسموا وروح انا بلعب انا بصير اشوت هناك. يلا اوكي يلا اللي معي بالفريق يجينا. هاي نبغى اللعب نبغى نفوز يا عيال تكفون. يا حبيبي انت الظاهر يا حبيبي. يلا يلا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فريق الوحوش الوحش الاسطوره. تعال تعال هذا فريقي. يا يا يلا ها انا المهاجم انا الظاهر العب. يلا هي من معي من معي نسيتها. اه فاول 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 فاول. سلمات 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 سلمات. معلي 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 من اللي معي من اللي معي؟ اهجم 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 ارفع لكم ارفع لكم ارفع لكم. روحوا روحوا روحوا. يرفع ولا ايش يسوي؟ ما ادري ايش جالس يوجههم يرفع. اي والله في شوت الظاهره زاحف الظاهره شو الجو الظاهره. ابي اعطيه ضفر بط. الله الله سلامات سلامات يا حل. اللعب كله اصابات بس عوافي. اخ ها كم تقدر باص؟ هاي ايش رايك ارشيك وتسدد وتخليني نجيب بلنتي؟ انت مرة شفت الحكم. يلا كورة كورة. كفو كفو. يلا.
بسم الله بسم الله. شو 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 كثيرين 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 يا عم. وين عيسى؟ عيسى لا ولي عيسى اكس 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 يلا عادل شو جا عادل والله يطيح قالوا يجي طول ناس ثالث يا عم بس طول صدق حبيبي هذا عقاب لنا هذا عقاب لنا والله لا يطعنين وقاعد يستانس والله العظيم. ها 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 في حكم في حكم في حكم ايش ايش بلنتي من الحارس يا اخي مرمك صغير يا اخي عادل الفاول هذا ويلا استنست انت استنست تكوى يا حارس الله ايش الظاهره قول يا اخوان 1-0 الحين وش عاد شوف صور شوف رايد تلش مع رايد ايش تسوي الحين تفقع رونالدو ظاهر ايش خليتها انت يا عادل ها؟ هذا ما هو عقاب هذا ما لي دخل خذيت جوك صح؟ ايه هذا مو عقاب شو الله يعطيكم العافيه الله يعافيك لعبت معهم جيم حلو الله انك سجلت جول زحمه زحمه ولا ادري هذا من معي ومن مو معي كلهم قاعدين يدفون كلهم قاعد يكسرون تخيل انك سرقت الكوره وكلهم طريدي بالحذيانات ايش هو؟ ايه زحمة زحمة كذا لطيف تجمعوا وشو؟ شو صار اللعب؟ اللعب ترى نظام تكسير قام يكسرون بعض كذا رب المسح قام يكسرون بعض مكسروك طيب شيء؟ لا ما سوى شيء بس ايه انا اقول ان هذا مو عقاب والله والله هذا عقاب والله عادل مو عقاب يعني شفت جاك مبسوط يمكن جاي لا بكم رحمتوا عادل ترحمون اكيد 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 طيب عيال اسمعوا الحين بريك بسيط اعزمكم على كودو والله تصادق شيء الله يجزاك الله يعطيك كل واحد يطلب اللي يبي يشتري الوجبه الجديده الوجبه الجديده سموكي عليها مدح يقولون عليها مدح صدق والله مو طبيعيه سمبوسه لا لا سمبوسه عندي سمبوسه مثلثه قصدي المثلث ناتشوزا ممتاز سلموا علي ايش رايكم ننزل كل واحد يطلب اللي يبي وتشوف بعد المني والله ابي هذا بعد زياده كله على حسابي ايه مفتوح لو تبي 17 مثلثه و42 الوجبه الجديده والله يتم كله على حسك كله على حسابي يلا نزل بسم الله الخسر وانتم يا جماعه الخير تطبيق تحت حمل تطبيق حط كود RA2 والله العظيم يخصم لك باذن الله يخصم لكم يا جماعه ها المطعم الافضل يلا عيال يلا 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 السلام عليكم الله ابغى واحد سموكي وجبه اثنين سموكي اثنين سموكي وجبه ركز معي ثلاثة سموكي واحد مثلثة واحد مثلثة مثلثة كم تجي حبة؟ حجم كبير واحد دونات جبن ايوه كم حبة؟ حبتين حبتين مثلثة مثلثة ابغى عشر ثلاثة سموكي واحد مثلثة واحد تشيز ايوه تشيز هي. والمصور بعد اطلبونه مشروبك وشو؟ ما 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 مستحيل يثبت اقسم بالله ما يقدر يثبت مرة مستحيل لا هو ولا ابو عمر كلهم نفس الوقفة يضربون اي واحد يوقف جنبهم شوف رايد دفعنا كم حساب رايد ايه بطاقه الانمزل في الض علق واضح انه مو من النفس هذا الذهب لقال الذهب هذا الذهب يسري طب شوف اللي هي اوه 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 الوجبه الجديده يا جماعه والله والله يقول لك هي بدها طعم تكي الله اوبن ذا دور شوف ترى الخبز يا جماعه تدور خبز الطاطس والله ايه رايد اسمع في واحد ورا تروح تخش تاكل من اكله ايش تاكل من اكله وتسولف معاه برنامجك منكم واليكم نعم ايه واسمع وتساله كل قبل على اساس انا على اجابه وش افضل فاكهه مثلا موجوده او وش الاشياء الخضار تقول طماط خليه يجاوب طماط حلو قد قسك السكريبت طيب بس هو شو هو تقول له غلط اسمه دكل لا ذاك ما عنده الا الا لا وتقول له افضل وجبه في كودو وش وتناقش معاه حط وجبه انت في راسك غير الوجبه اللي هو يقول لها هذه حلوه حلو هو يقول لك لا هذه افضل بس بس ما ايه الوقت اللي نص الاكل عقب ما الوقت بسيط بسم الله لا يا عيال رايد رايد رايد
مش تبغى تسوي تحديات بسرعة. لا يسمعنا لا يسمعنا. اي والله توترت. قلنا طلب دوصوص انت تعال روح جمجمة. والله بسم الله يا رب انه يوافق. بس لا تصوروا لما اسال اول شيء يوافق ولا. السلام عليكم. مساك الله بالخير. طيب ان شاء الله فيك تسمحنا نصور عادي عندنا برنامج منكم وعليكم والسلام عليكم فبناخذ معك لقاء بسيط يعني مده 3 دقائق دقيقتين حبيبي. الله يعافيك. صور رجال حياك الله كيف حالك؟ الاسم الكريم صالح. ونعم والله صالح. صالح ودي اسالك كذا سؤال يعني يعني انت من زمان تعرف مطعم كودو. وش افضل وجبه عندك من كودو؟ ها؟ الدجاج الحراق. مو المثلثة هذه؟ هذه أفضل وجبة عندي. والله أنا أفضل وجبة. طيب لك بالكورة؟ حلو. طيب أفضل لاعب عندك مين؟ أنا قاعد أسولف عن لعيبة. مرتبك يا عيال. صوت 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 صوت. ها؟ أفضل لاعب كيف نيمار. نيمار؟ ما شاء الله. أنا ميسي والله حس. يقول أنا ميسي. يقري؟ يقول أنا ميسي طلع. من سكان الرياض؟ يقول من سكان الرياض. ما شاء الله يوفقك رب. من لك خير. طيب في صوص شبت بحلقي في صوص كاتشب شيء. جيعان. إذا ما أخليه كنسل سلسلة الفان. أنا آسف والله العظيم هذا تحدي من العيال اللي هناك تشوفهم بردين ومد قالوا لازم تروح هنا وتسأل سؤال وتأكل من أكله. فالآن أعطاك الله 10 وجبات تعزم فيها اللي تبي على حسابنا لأنه كودو الراعي الرسمي يا بعد روحي. فمش تبي أجيب لك بس أبا أجيب لك 10 مثلثات الآن وجبة تأخذها معك. ممتاز. شرفت فيك بعد روحي. الله يسعد الوجه. هذه المقطع ينزل القناة. شرفت فيك يا حبيبي. الله يحفظك. كبير الله عليكم عيال. والله غلط اللي سويته فيه. ايه تمام. وجهك صغر. اكيد صغر وجهي عيال. برد وجهي عيال. ايش قالك؟ قالك شيء؟ جاي. ايوه بس انه اكلت البطاطس الاولى اكلت الثانية اخذ البطاطس عدله. والله العظيم استحيت. طب تشوف المقطع ثاني مره ترى انا اسف والله انا مو كذا بس هذول اللي قالوا لي انا ما لي دخل. انا مريض. مسوي شيء قدام خليك بارد وجهي خليك بارد. اسمع تعال قبل ما تنهي المقطع اللي ذاك اللي رسمته كله عشان ما يزعل مني ترى انا بصراحه اللي شو اسمه اللي رسمته نحبك في الله بعد قلبي ونورت قناتي بعد روحي. والله يسعدك ترى هذا فاز بيه ب10 وجبات مثلثه. والله لعوض طيب كم هو مثلثه طيب؟ قال له طلب مثلثه شفته فعجبتك الجبنه. الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة الخير. يعطيكم العافية ولا تنسون اللايك والاشتراك اذا تبون جزء ثاني ولكن اقوى من التحديات هذه. هذه والله انها دلع. لا لا والله انها دلع. دلع والله دلع. انا اقوى واحد. انا والله بل خليهم يقيمون. قيموا مين اقوى واحد؟ انا اقوى واحد. انا اقوى رجال. انا اقوى واحد. وين؟ وين الدرس وين؟ انا اقوى والله انا اقوى واحد. اسمع يا عيال في سوقه تبي البطاطس بغيتهم بغي يا رب يا رب يا رب. طيب انا ذاك اسوي هذاك انا اسوي كذا ودي يلكم والله قسما بالله. هذه نبغاها السلسله. حلو حلو. هذه تحديات بسيطه. المقطع الجاي نبغاها تحديات جريئه. ما في تحديات يلعب كوره. ايوه والله في تحديات تيكي تاكا. والله لا 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 من جد ما نبغى ترى انك الجاية. والله ما نبغى شيء بجاحه. تم. ادخل حتى لو تنضرب. تم. اكتبوا لنا بالكومنت جماعه مع السلامه. حسابات الشباب كلها تحت. سلام والله.